بعد نحو أسبوعين على توقف مياه الأمطار، لا يزال طلبة المدارس والمدرسون في مدرسة الدار البيضاء الابتدائية القريبة من مركز الشافعية في محافظة القادسية يعانون من المياه المتجمعة في آخر أيام السنة الدراسية الحالية، ويضطر الكثير منهم للعبور بعد التسلق على سياج المركز الصحي أو رفع البنطال للعبور في المياه بسبب عدم وجود طريق بديل، والسبب في ذلك هو انهيار البنية التحتية والإهمال الحكومي متمثلا ببلدية الناحية. فنشاهد. هاي وحدة العراق بال 2019 بالشافعية قبال المركز الصحي. سيدي بالله، وش قصر للمطر؟ وش قصر لمنتهي؟ يعني هذا الأسبوع الثاني دخلنا من نهاية المطر، وهذا لحد الآن طلاب يدخلون بداخل الماي يجون للمدرسة، ومن يطلعون نفس الشيء. وهذا ذولا عود أفضل من عودهم، يصعدون على السياج مال المركز الصحي ويعبرون بس هذه المسافة. ما خلينا واحد ما اشتكينا عنده، ما خلينا من المحافظة، المجلس بلدي مال ناحية الشافعية، ماكو فائدة. المشتكى لله بس. المن تشتكي؟ يعني هسه ما تشوفوا، يعني ماكو سيارة مال سحب ويسحبون هذا المي اللي صار راح يصير أسبوع مال، يعني مي مال مطر عفو. ما أعرف، خابرهم يقول لك ما عندي سيارة. يا ما عندك سيارة شنو شغلك؟ ما عندك سيارة شنو شغلك أنت قاعد بالشافعية إذا ما عندك سيارة؟ خابر للمحافظة خلي يجون يسوي لها حل. يعني شلون؟ هاي طلاب راجعين من المدرسة، الطريق الوحيد اللي يودي عليهم بيته هو هذا. يعني يجي الطالب طالع من المدرسة يصعد على السياج مال المركز الصحي ويعبر هاي المسافة على مود ما يدخل بالماء. زين هاي الصبح من يجون شلون؟ هم نفس الشيء.